تخص الشارع بصفة عامة، لأن البرلمان هو المعبر الأساسي والرئيسي لنبض الشارع في كل تحركاته. يمكن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لها أدوار كبيرة جدا خلال الفترات اللي فاتت. يمكن احنا خرجنا مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، هو من أهم القوانين اللي صدرت في نهاية الفصل التشريعي، وصدق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على هذا القانون، ومنتظرين إن شاء الله الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون خلال الشهرين القادمين. يعني نقدر نقول لك كده، ده انفراد، إن بعد شهرين هيبقى عندنا قانون بينفذ وتشريع، هو قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية. حضرتك تحدثتي عشان ما اخرجش عن نص السؤال عن الالعاب، هي مش قصه ببجي ولا قصه لعبه احنا عاوزين نشيلها، لا الموضوع مش كده. الموضوع ان احنا على تواصل مستمر مع جهاز تنظيم الاتصالات، بنتناقش مع بعض بصفه مستمره وبصفه دائمه. خلينا نتفق ان هناك حروب الجيل الرابع في كل الدول مش في مصر بس. بما اننا كبرلمان لازم نتابع ايه هي الالعاب اللي بتشكل خطوره داهمه على اطفالنا واولادنا، خاصه في العمر اللي هو من سن المراهقه في المرحله الثانويه وفي المرحله الاعداديه. ظهرت قبل كده من شهور بسيطه لعبه الحوت الازرق، ويمكن حضرتك مش احنا اللي قلنا هذا الكلام، مش البرلمان اللي قاله، الناس اللي راحت حررت بلاغات، وهناك بلاغ تم تحريره من قبل اسره ان ابنهم انتحر بسبب لعبه الحوت الازرق. بدانا ندرس ونشوف، احنا كبرلمان نقعد ساكتين وكلجنه مختصه نقعد ساكتين؟ لا طبعا، بدانا نشوف ايه لعبه الحوت الازرق، وكنا بنسال هم تقنيين، في تقنيه وفي مهندسين وفي مختصين في جهاز تنظيم الاتصالات. ويمكن لعبة الحوت الأزرق خدت صدى كبير جدا جدا جدا، وكل وكالات الأنباء، مش العربية بس أو المصرية، لا كل وكالات الأنباء العالمية تحدثت عنها.